بنجدد ترحيبنا بحضراتكم ومرة أخرى على الهواء مباشرة، وبعد نهاية اليوم الأول الاستفتاء على الدستور الجديد 14 و15 يناير. فيظل يوم 14 و15 يناير من الأيام الهامة اللي بتعيشها مصر، وبنبدأ العام الجديد باستحقاق دستوري وهو الاستفتاء على الدستور الجديد. إقبال جماهيري كثيف للتواجد أمام لجان الاقتراع. بنتكلم عن ساعة واثنين وثلاثة، المواطن المصري مستعد للوقوف للإدلاء بصوته والإدلاء برغبته سواء موافقته على هذا الدستور او رفضه لهذا الدستور. الحريه للمواطن المصري في اختياره كيفما يشاء، لكن الحقيقه النهارده شفنا مشهد مصري رائع الجمال الحقيقه في توافد كبير جدا لعدد من المواطنين. النهارده يمكن زي في فقره الاخبار اتكلمنا عن اقبال مكثف من قبل السيدات، بنتمنى بكره ان شاء الله يكون الاقبال من كافه القطاعات، ايضا الشباب من كافه الرجال السيدات الشباب. لكن اليوم الحقيقه لم يخلو من بعض الاحداث مؤسفة للأسف، وكان في أيضا سقوط عدد من الضحايا والقتلى، لكن كان متوقع أن يكون أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي يعني بتنفيذ بعض التهديدات اللي تحدثوا عنها سواء بمنع المواطنين من التصويت أمام لجان الاقتراع. لكن الامر الحقيقه اللي كان واضح ان هناك مجهود كبير اتخذ من قبل وزاره الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحه لتامين كافه اللجان بالشكل اللائق والشكل الحضاري وللتسهيل على الناخبين للادلاء باصواتهم. النهارده هنحاول اننا نقدم لحضراتكم قراءه سريعه، قراءه امنيه وقراءه سياسيه لما حدث في اليوم الاول من الاستفتاء على الدستور الجديد، وما هي التوقعات لما سيحدث في الغد إن شاء الله، وماذا بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. بنتحدث عن خارطة الطريق، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية، مصر تسير إلى أين. يمكن بنحاول أننا نطرح كل هذه الأمور للنقاش مع ضيوفنا الكرام. مشرفنا الحديث عن الشق الأمني سيادة اللواء أسامة الطويل الخبير الأمني، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد القادر الشهيب، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني مش حابب ان انا ابدا بالشق الامني، يمكن تحدثنا عنه كثيرا، اسمح لي يا ست اللواء ابدا على طول مع الاستاذ عبد القادر واشوف يعني نحاول نقدم قراءه للمشهد او لما حدث اليوم يا فندم. هو الحقيقه تميز اليوم انه كان يوم رائع، واعتقد يوم تاريخي هيسجل في تاريخ مصر السياسي. الملاحظه الاولى ان هناك اقبال كثيف جدا زي ما حضرتك قلت من قبل الناخبين المصريين، مش من السيدات والفتيات فقط، ربما كان ده في النصف الاول من اليوم، لكن في النصف الثاني كان ايضا من الرجال ومن الشباب. الملاحظه الثانيه ان العمليات العنف المتوقعه حدثت، ولكنها كانت في نطاق أقل مما كنا نخشى أن يحدث. الملاحظة الثالثة أن المشاركين في عملية الاستفتاء من المصريين والمصريات حولوا الأمر إلى نوعا من الاحتفالية أكثر منها مجرد أداء واجب انتخابي مفروض عليهم أن يشاركوا فيه أو أن يؤدوا هذا الواجب. وشاهدنا في أماكن كثيرة أغاني ورقص وهتافات وزغاريت واحتفالات كبيرة وأعلام بترتفع، حلوى بتوزع، ضحكات، قبلات، أحضان، يعني كان الجو احتفالي أكتر منه مجرد أداء واجب انتخابي. وده الحقيقة رد على الملاحظة الثانية اللي هي حدوث أعمال العنف. يعني احنا استهلينا اليوم قبل بدء عملية التصويت بانفجار وقع أمام محكمة الجيزة الثانية وفي امبابة، وكان من المأمول أو المخطط لهذا الانفجار أن يروع الناخبين أو يخيف الناخبين، ولكنه على العكس كان الرد الفعل مختلف، حفز الناخبين أكثر. طيب قبل ما أرجع لحضرتك، برضو بدأنا حديثنا بالشق الأمني، بالتأكيد لازم حديثي يكون مع سيادة اللواء أسامة الطويل اللي بجد ترحيبي بمرة تانية. ويعني يمكن زي ما قال الأستاذ عبد القادر كان هناك توقع
وكان هناك تهديدات. يمكن طرحنا بحضرتك هذا الموضوع للنقاش كثيرا، وكنا دائما بنسأل عن الإجراءات الأمنية اللي يجب أنها تتخذ من قبل سواء وزارة الداخلية أو القوات المسلحة لتمرير هذا اليوم بأدنى خسائر. تقييم حضرتك الأمني لهذا اليوم في ظل هذه الأحداث. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بأحيي جميع القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء اليوم، سواء كانوا من رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة، وأنهم بذلوا مجهود كبير جدا في الإجراءات الاحترازية اللي هم عملوها في ضبط المتسللين من غزة وجام سيناء وضبط العناصر التكفيرية قبل يوم الاستفتاء. ده هو ده العمل الذي يعتمد على المعلومات يعني. فطبعا كل ما حدث اليوم طبعا بالرغم من ان احنا ما كنا يعني احنا قضينا يوم عرس جميل النهارده، بس كان متوقع لدى كل الاجهزه ان هم جماعه الاخوان عاوزه تعكر هذا اليوم على المصريين. ولكن الجديد في المشهد ان الشعب نفسه بيزداد اصرارا على مواصله طريقه في تنفيذ خريطة الطريق والاستفتاء، لأن الناس فعلا محتاجة الاستقرار. لأن النهاردة اللي أنا شايف أن الدستور هو في المقام الأول هو بداية استقرار البلاد. لأن طبعا بداية الاستقرار ده بينعكس عليها الاقتصاد، بينعكس عليه كل حاجة بعد كده بتنعكس على البلد من بداية الاستقرار يعني. أيوة. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتم جميله على المصريين وأن هذه الفتنة وأن تكون بلدنا بخير بإذن الله يعني. طيب حضرتك كنت متوقع هذا المشهد؟ بالتأكيد في بعض الحوادث للأسف، في سقوط بعض القتلى، في بعض المصابين، لكن المشهد برمته أو بشكل عام كان أعتقد أقل من المتوقع. الموضوع فضل بيقيم كشكل عام. هو طبعا الأماكن اللي فيها تمركز العناصر الإخوانية هي اللي كان بيحدث فيها شغب، وكانت القوات بتاعتنا على علم بما سيحدث منهم يعني. طيب. ولذلك هم كانوا يعني المواجهة كانت قوية والمواجهه موجوده، وما زلنا برضك بنتعامل بضبط النفس، برضك مش تعامل بحده، تعامل بضبط النفس عشان برضك نطلع اليوم بعرس جميل برضك. فكره فندم ابطال مفعول بعض القنابل اللي كانت موجوده بالقرب من بعض اللجان، الى اي مدى من الممكن على الرغم طبعا المجهود الكبير اللي بتقوم به سواء القوات المسلحه او الداخليه للقضاء على كل هذه الازمات، لكن هل بالفعل بتؤثر على المواطن المصري، بتؤدي الى تخوف لا قدر الله؟ انه هو افندم هو زارع تلك الـ 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 القنابل ديت، زارعها عشان يعمل فزع والناس تحجم عن التوجه للجان. ولكن عكس الناس كلها كويس بتزداد اصرارا على النجاح يعني هو بيضع هذه الاشياء عشان يجدها عقبه وزعر للداخل كويس. لكن الواضح ان الناس كلها بدات تعي ما هي خطورة المرحلة اللي احنا فيها، فلا بد ان نتجاوزها عشان كلنا ننعم بالاستقرار يعني. فهو لم ينجح في هذا يعني، هو عاوز يصير ذعر لدى الناخب عشان ما يروحش اللجنة بتاعته. لكن مع ذلك ان الجديد في هذا الامر ان الشعب هو صاحب المسيرة وبحماية الجيش والشرطة. تفقد عدد من القيادات الخاصة بوزارة الداخلية أو القوات المسلحة لعدد من اللجان، إلى أي مدى من الممكن بيعطي نوع من الطمأنة الأمنية للمواطن لنزوله ومشاركته في العمل؟ لازم القيادات تنزل، لأن معاه ضباط ومعاه ناس، احنا ناس مش خايفين، احنا ممكن نموت في أي وقت مش خايفين. لازم احنا نحمي رجالتنا ونقف وسطهم وأي خطر نتعرض لكلنا. ولا بد القيادة تنزل للشارع عشان المواطن يعرف يحس ان اذا اكبر ناس موجودة في الشارع يعني ما نخافش. ده رسالة طمأنينة لكل الناخبين ورسالة طمأنينة للقوات المشاركة يعني، ما دي حاجة اساسية في القيادة يعني. تمام. طيب استاذ عبد القادر، ازاي نقدر نقيم ان هذه الخطوه وبعد انتهاء عمليه الاستفتاء على الدستور اننا بالفعل بنسير بخطى واضحه وحقيقيه نحو خارطه الطريق، وان مصر بدات بالفعل تتعافى سياسيا واقتصاديا؟ هو ده الاستحقاق الاول من خارطه الطريق. خارطه الطريق ثلاث استحقاقات: الدستور، ثم انتخابات سواء برلمانيه او رئاسيه تتلوها. في ثلاث استحقاقات رئيسيه لاعاده تشكيل مؤسساتنا السياسيه. لكن قبل ما اقول الحقيقه تقييم، انا عايز اضيف اضافه ان من يقوم بهذه الاعمال الارهابيه جاهل بطبيعه الشعب المصري الشخصيه المصريه. المصري يستنفر ويتم تعبئته اذا واجه تحدي. عندما نواجه تحدي
يعني نظهر كل قوانا ونعبر عن شجاعتنا وجرأتنا وجسارتنا كمصريين. واعتقد هو ده اللي بيحصل دلوقتي. الارهاب ما جابش نتيجه، الاعمال العنف ما جابتش نتيجه، بل بالعكس بتعمل العكس، انهم بيبقى اكثر تحديا لمواجهتها، اكثر اصرارا على ان احنا ننفذ هذا الاستحقاق. احنا شايفين ان من مصلحتنا التصويت فذهبنا لمقر الانتخابات. المصري لم يذهب للتصويت، وده ينقلنا بقى للاجابه على سؤال حضرتك، مش ليصوت فقط على الدستور الجديد، ولكنه ذهب ليصوت على اكثر من شيء. ذهب اولا يصوت على دولته الوطنية، انه هذه الدولة يجب ان تكون قائمة ويتم حمايتها ويحقق لها اقصى قدر من الامن. ذهب يصوت على الضغوط الامريكية والاوروبية الغربية التي يتعرض لها الوطن. ذهب يصوت ايضا على من اختاره ليقود المرحلة القادمة. في أكثر من تصويت لذهابه، صح هو وضع علامة صح فقط على الدستور الذي يريده، ولكنه كان يضع نفس هذه العلامة على أمور أخرى متعددة. ده معناها نحن نصير في الطريق الصحيح لتنفيذ خارطة المستقبل، وإن البداية الحقيقية ان احنا ننجز هذا الدستور حتى ننجز الاستحقاق التالي ليه، سواء كان انتخابات برلمانيه او رئاسيه، والتي اعتقد انها سوف تكون انتخابات رئاسيه ثم يطلوها الانتخابات في هذه الجزئيه. فهم الحديث عن فكره الالتزام بخارطه الطريق، وان خارطه الطريق يعني في البدايه هي الانتخابات البرلمانيه ثم الانتخابات الرئاسيه. كنا دايما لما نتحدث عن بعض أوجه الاعتراض عن أن تكون الانتخابات الرئاسية مبكرة أو تسبق الانتخابات البرلمانية، مزبوط، يكون الحديث عن خارطة الطريق ومدى التزامنا بها. ما هي الضرورة الحتمية اللي بتفرض الواقع بأن يكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمان؟ هو دلوقتي بقى في واقع جديد، يعني ابتداء من يوم 15 هيبقى لدينا واقع جديد، أن لدينا دستور سوف يتم إقراره بأغلبية ضخمة من الناخبين. هذا الدستور يمنح رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي إن حق اختيار انتخابات برلمانية أو رئاسية. أما الذي يدفع لاختيار الانتخابات الرئاسية، إن اختيار رئيس يغلق الباب أمام من يتحدثون أن في الخارج أن ليس لدينا رئيسا، وأن الرئيس الموجود رئيس مؤقت، فسوف يصبح لدينا رئيس دائم جاء بالصندوق. فإذا أي حديث عن شرعية مرسي مش هيبقى مطروح بالمرة، هيبقى تم وضع النهاية الكاملة ليه. فده الفايدة الرئيسية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن عندما يصبح لدينا رئيسا منتخب عبر صناديق الانتخابات، ده معناه أنه هيبقى لديه صلاحيات وقدرات وأنه يقود هذا البلد في التنفيذ ما نصبوا إليه من خطط بقى اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية كاملة، إنه هيبقى فكرة أيضا إنه مسنود بأصوات الناخبين، لديه شرعية كاملة تؤهله لأن يتخذ ما يمنحه الدستور له من صلاحيات واختصاصات، سوف يتخذ القرارات الضرورية واللازمة. وأعتقد أن نحن نحتاج لرئيس قوي وفي ذات الوقت منتخب من قبل الجماهير لننهي المرحلة. طيب حضرتك شايف أن احنا ممكن أننا نواجه مشكلة أيضا بفكرة إسناد السلطة التشريعية مرة أخرى لرئيس الجمهورية، ونعاني من فكرة أن يجمع ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية؟ والحقيقة تحدثنا وكان لنا نقد كبير على رئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بسبب وجودي مع السلطتين. ده صحيح، لأنه ما كانش معروف متى سوف تجرى الانتخابات البرلمانية، فضلا عن أن الرئيس السابق محمد مرسي انتزع
السلطة التشريعية انتزاعا لم تكن في حوزته بالفعل، كانت في حوزة المجلس العسكري السابق بموجب الإعلان الدستوري الذي أعلن في شهر يونيو الماضي 2012، وهو انتزعها بإعلان دستوري جديد، وبعد أن أحال قيادات المجلس العسكري المشير طنطاوي والفريق عنان إلى التقاعد، وما كانش معروف متى سوف تجرى انتخابات. الآن الدستور الذي سوف يتم إقراره بيحدد أنه بعد الانتخابات الرئاسية بثلاثة أشهر سوف يكون لدينا برلمان. فإذا الفترة الزمنية التي سوف تكون في حوزة الرئيس المنتخب السلطة التشريعية لا تزيد عن ثلاثة أشهر. أذكر حضرتك أن هذه الفترة أقل من الفترة اللي بيمنحها الدستور للرئيس لأي رئيس منتخب أنه يحصل على السلطة التشريعية بشكل مؤقت، اللي هي فترة الأجازة البرلمانية للمجلس التشريعي. الأجازة البرلمانية بتبدأ في الصيف وتنتهي في نوفمبر، يعني أكثر من أربعة شهور تقريبا. في هذه الفترة من حق رئيس الجمهورية المنتخب في الدساتير السابقة والدستور الحالي أن يتخذ التشريعات الضرورية واللازمة. إذن هذه فترة مؤقتة وأقل من هذه الفترة اللي هيمارس فيها التشريع بشكل ضروري في مستقبلا على مدى أربع سنوات أي رئيس منتخب قادم. سيادة اليوم من الواضح أن هناك تحديات أمنية كثيرة بنواجهها في خلال حديثنا عن المرحلة الانتقالية بشكل عام، سواء الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية. هناك مراحل حقيقة عديدة وهامة وتحديات أمنية كبيرة على عاتق للأسف وزارة الداخلية بالتعاون أيضا مع القوات المسلحة. كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة؟ هو طبعا استكمالا لكلام الأستاذ عبد القادر، طبعا هو عاوز أقول أن الشعب هو مصدر السلطات. يعني الشعب هو اللي هو المصدر جميع السلطات. فهنا يعني لازم الجديد في الأمر هنا أن بدأ الناس تعرف ما هو الدستور. أن الدستور هو العقد الاجتماعي بين الفرد والدولة. نعم. ده ما كانش موجود قبل كده. الوعي ده انتشر بعد موضوع ثورة 25 يناير بعد 30 يونيو. إيه الدستور؟ بيقول إيه الدستور؟ بدأ الناس تناقش الدستور. كيف؟ ده من ضمن الايجابيات بتاعه ثوره 25 يناير و30 يونيو. ايوه. دلوقتي المواطن دلوقتي بقى عنده ادراك سياسي دلوقتي ان ايه اللي يصلح له. ايوه. كويس؟ فدلوقتي اصبح ان احنا عاوزين ان شاء الله كل هدف الدوله دلوقتي ان هي استقرار البلاد. بدايه الاستقرار هو اتمام المرحله الاولى منه هو الدستور يعني. كل ما جماعة الإخوان كل ما تحب تستقر البلاد هو مش عاوز كده. هو يضطر يبدأ عاوز يعمل يعني عاوز يعمل كل شوية مشكلات، يعمل قضايا مظاهرات، يعمل مظاهر في الجامعات، يعمل تفجيرات عشان يقول أنا هنا لسه في الشارع موجود. لكن هو للأسف أتمنى أن هم يعيدوا قراءة المشهد مرة أخرى، لأن التحديات الأمنية هتبقى كثيرة كلما اقتربنا للاستقرار، لأن هم مش عاوزين استقرار، هم عاوزين يقودوا البلد، خصوصا إن في مؤامرة خارجية. أمريكا بتتزعم المؤامرة على مصر، يعاونها تركيا، يعاونها إيران، بتعاونها السودان، يعاونها قطر. صحيح، شايف إن نزول المواطن نزول المواطن المصري بكثافة في الاستفتاء على هذا الدستور رسالة أيضا للغرب ولكل. أيوه، هو عشان كده يا فندم المواطن المصري هو عشان كده المواطن المصري النهارده لما حس بالمؤامرة ديت طلع هو بقى لك لا ده أنا بلدي أنا عاوز أحافظ على بلدي مهما كان. مهما تآمر الآخرين دول على مصر، ومصر إن شاء الله ستكون أبية يعني. فالتحديات كل من هو قائم في العمل وكل الشعب المصري مستعد من الآن أن يقابل أي تحديات في أي كانت نوع التحديات، وهم في الآخر نحن نستقر. هل أصبح لدى الأمن عموما بنتكلم عن الجيش أو الشرطة رؤى أمنية واضحة حول فكر جماعة الإخوان وكيف يخططوا في المستقبل والخطط الخاصة بهم؟ يعني النهاردة يعني على الصفحات بنلاقي في استنفار أيضا حتى من قبل حزب النور على ممارسات جماعة الإخوان وصفها بأنها إرهابية وكافة الأحزاب بأن ماذا يقوم به جماعة الإخوان. جماعة الإخوان فندم ما عندهمش فكرة الوطن. النهاردة مفترض الخلاف بيني وبين أي واحد في مصر ما يقودش الوطن.
هم ما عندهمش فكرة الوطن. والوطن عندهم في الجماعة، الولاء للجماعة، الولاء للجماعة ليس للوطن. النهاردة مفترض مهما كنت أنا في خلاف معك ما جيش أقود الوطن. النهاردة أنا أتآمر على الوطن، دي موضوع صعب. ده موضوع صعب. يعني ده اللي أنا شايفه، أن دي حاجة خرجت يعني خارج نطاق الأفق، أن الواحد يتآمر على الوطن، يقود الوطن. هم كل همهم يقودوا الوطن، يسقطوا النظام. وهذا لن يحدث ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عبد القادر، اعود مره ثانيه لليوم وتعليقنا عما يحدث في هذا اليوم، والحديث عن ضبط بعض القضاة بانهم بيحفزوا الجماهير على التصويت بلا على الدستور. يعني تعليق حضرتك عن هذا، ان كان احنا بنتكلم عن قله، بنتكلم عن عدد قليل للغايه، لكن بالتاكيد ده بيحمل دلاله معينه. هو زي ما حضرتك قلت ان هم عدد قليل، وعدد قليل جدا، يعني هم اقل من 10. ايوه، و10 من 16000 قاضي تقريبا بيشاركوا في العمليه الانتخابيه، في الاشراف على العمليه الانتخابيه. فنسبه لا تذكر من عددهم. اما وجود قضاة يرتكبوا تجاوزات او مخالفات انتخابيه، امر مش مستبعد. وجود قضاة انه يميلوا للاخوان ايضا امر مش مستبعد، في ظل المعلومات اللي توفرت لينا وتكشفت في الفتره الماضيه. احنا اكتشفنا على مدى الشهور القليله الماضيه ان عدد من كبير من اعضاء حركه استقلال القضاء اللي كانت موجوده قبل 25 يناير ينتمون لجماعه الاخوان او يميلون لجماعه الاخوان، يعني اخواني الهوى. أيضا تشكلت حركة جديدة اسمها حركة قضاة من أجل مصر، حركة إخوانية صرفة، ومن كان يتحدث باسمها هرب إلى الخارج، وموجود الآن في قناة رابعة يلقي البيان تلو البيان. فوجود قضاة يميلون للإخوان أو مرتبطين بالإخوان أمر مش ما كانش مستغرب. ومن المنطقي أنه عندما يتم اختيار قضاة للإشراف على الانتخابات أنه ممكن أن نجد من بينهم عددا من القضاة اللي يتورطوا في أعمال تكشف أو تفصح عن هويتهم الإخوانية. الحاجة الثالثة ودي بقى المهمة الحقيقة، أنه كان دائما الإخوان حتى بعد أن وصلوا إلى الحكم حريصين على أن يفضل جزء غاطس تحت المية من أعضائهم، من جماعتهم، من ممن ينتمون إليهم أو المتعاطفين معهم. كان في جزء سري من تنظيمهم وحريصين على سرية هؤلاء. الآن بيضطروا اضطرارا لكشف البعض. يعني عندما من المؤكد ان هؤلاء القضاة كانوا غير معروفين بانهم اخوان، وده بعد تساقط الحقيقية قيادات جماعة الاخوان، ده معناها ان هذا التنظيم بيضعف يوما بعد الاخر، وقدراته على التأثير والفعل وإيذائنا والحاق الأذى والإضرار بنا بتتراجع مش بتتزايد. وانه يعني لا نستطيع ان نقول اليوم ان جماعه الاخوان من ادخروا يظهروا، لا نستطيع ان نقول ان الان ان جماعه الاخوان اصبحت لها تاثير في الشارع المصري او قوه مؤثره سواء في الراي العام او في الشارع المصري او في توجيهه نحو اي اتجاه. هي هذه الجماعه خلاص اصبحت مكروهه تماما من الشعب المصري، وهي بتعتمد الان اعتماد واضح على مجموعات من الشباب، تحديدا شباب الطلاب في بعض الجامعات، لإثارة أعمال شغب وأعمال وممارسة أعمال عنف، وإظهار أن نحن نفتقد الاستقرار، وأن هناك احتجاجات واسعة ورفض لنظام الحكم الحالي. ده بيتزامن مع فكرة ما يحدث في الجامعات المصرية. الحاجة الثانية بتعتمد على تمويل
ضخم ما زال موجودا حتى الان ومتوفر له، سواء كان تمويل محلي او تمويل انا بتكلم حضرتك في الجزئيه الخاصه بالشباب، هل ده بيبرر او بيفسر ما يحدث داخل الجامعات المصريه؟ طبعا، خاصه في جامعه طبعًا الازهر وغيرها من طبعًا الجامعات طبعا ان في عدد من شباب الاخوان، طلاب الاخوان وطالبات الاخوان سواء في جامعه الازهر او الجامعات الاخرى، عدد من الجامعات اعتقد عددهم لا يتجاوز الاربعه او الخمسه بالكثير، اللي هي فيها نشاط ملحوظ لطلاب وطالبات الاخوان بيمارسوا بشكل شبه يومي الان اعمال عنف مستمره لا تتوقف. هو دول الرهان الاخير لجماعه الاخوان على هؤلاء الشباب، وبتعتمد لجذب شباب اخر اليهم على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يحدث صدامات ما بين الطلاب الاخوان والامن، يسقط فيها ضحايا من طلاب غير اخوان فيثيروا ضجة ويستميلوا الطلاب الغير مسيسين إليهم، يحصلوا على تعاطف. والاعتماد الثاني زي ما أنا قلت الفلوس، التمويل، لأن لديهم تمويلا ضخما ويستغلوا حاجة بعض الطلاب والطالبات. يعني فكرة التمويل أعتقد تكفيف منابع الأموال اللي بتحصل على جماعة الإخوان، ده أصبح أمر يعني لا واضح جليا. هل ما زال هناك ما زال شوف مصادر هذه الأموال الإخوان لا تقتصر فقط على الشخصيات أو الشخوص اللي احنا نعرفها، الشاطر ومالك اللي هم كانوا بيديروا حافظة نقود الإخوان أو مسؤولين عن خزانة أموال الإخوان، بتعتمد على شخصيات، عدد أكبر من الشخصيات وبأسامي مختلفة، وكانوا بيعتمدوا على التجارة في الأساس أو الأنشطة الاستثمارية الصغيرة مش الضخمة الكبيرة، وبأسماء شخصيات غير معروفة بانتمائها للإخوان. الحاجة الأخرى إن بس ده أصبح معروف الآن، مش كله معروف حتى هذه اللحظة، مش كله معروف، وإنه دي بقى أهمية المعلومات، أنك تجمع معلومات أكبر عن تمويل الإخوان. أيضا التمويل الخارجي، رغم الجهد الكبير والضخم الذي يبذل في مراقبة هذا التمويل الخارجي، إلا أن هذا التمويل بيتسرب للإخوان بوسائل شتى، أبرزها حقائب دبلوماسية، ولدينا سفارتين بتبذل مجهودا في هذا الصدد، سفارة قطر وسفارة تركيا، بيبذلوا مجهود في توفير التمويل اللازم لجماعة الإخوان. طب أنا عايز أخذ هذه الجزئية وأنقلها لست، اللي هو يعني حصول أو وصول معلومات عن تمويل جماعة الإخوان، ده مش بيه شق أمني لمعرفة مصادر هذه الأموال ومراقبتها ومصادرتها؟ طبعا يا فندم، هو يعني أنا عاوز أقول لحضرتك، يعني هل الحشد الإخواني أصبح زي الأول؟ بالتأكيد لا. طبعا، لأن طبعا ده وراء نقص في التمويل. نقص في التمويل. تاني حاجة هما بيعتمدوا زي ما قال الأستاذ بادر، هي حتة ان هم بيستغلوا الطلاب، كويس، الطلاب بيستغلوهم عشان يقود، عاوز يوضح ان في سيطره في الدوله. اي هو ان الدوله ملتزمه بتسيير كافه مرافقها بانتظام واطراد. هو كل همه عاوز يوقف الامتحانات، عاوز يوقف العمل الدراسي، فاهم ازاي؟ وطبعا ده هو لا ينجح في هذا، لان طبعا ان بدا يستغل الحرم الجامعي عشان بدك مش عاوز يقاوم الشرطه. فهو لكن الحمد لله ان كل المحاولات دي بتبقى بالفشل. نظام تتبع الاموال ده لابد من يعني لما الدوله اعلنت ان جماعه الاخوان جماعه الهربيه، بيتم على مقتضاه بتبدا تجفف المنابع. كل الجمعيات اللي هي كانوا مشرفين عليها بتجمع اموالها، كل الشخصيات اللي هي مشهوره عنها كده بدا يتبع اموالها. يعني هذه الاجراءات لازم بعد اعلان جماعه الاخوان انها جماعه النهارده، انت برضك في دوله القانون وانت تحت بؤره اتمام عالمي، فلازم يعني العالم كله حاططنا في تحت. حضرتك شايف هل كان من الافضل ان يعلن هذا الاعلان او ياتي من خلال حكم محكمه او قضاء؟ كان الوضع يختلف عما جاء هذا من قبل الحكومه. لابد يعني تاخرت في ان هي تصدر ان هذا ان
ان هي جماعه ارهابيه، لابد تجفف الاموال. عندما تجفف الاموال لا ينتهي كل الاخوان من الشارع. طب اذا كان هناك قصور في بعض المعلومات عن تمويل هذه الاموال، يعني هي هم برضك غير معلومه هي طبعا يا فندم. هو النهارده ده يوضح ده يوضح للساده المشاهدين حجم المواجهه مع تلك الجماعه. يعني ايه موضوع ما هيش مش موضوع بسيط، موضوع دولي واقليمي ودولي. زي النهارده انا بحارب مجموعه كبيره، بواجه ناس كتار، بواجه ناس معاها سلاح، بواجه ناس بتدعم المال، بواجه ناس عاوزه تقوي الاقتصاد. نعم دي كل ده دي نوع من المواجهات. يعني النهارده الجماعه الاخوانيه كلها تم عام ده جزء كبير منها في شركات الصرافه، بدأوا يلموا الدولار عشان الدولار يغلى في السوق، عشان يقول لك ان فين الفلوس فين الدولار، عايزين يعني الاسعار تغلى. هو بيعمل كل الوسائل اللي ممكن يقوض بها الدوله للاسف الشديد، وده اللي بتخلي المصريين يزدادوا اصرار كويس على مقاومه هذا. يعني حتى لو في تعاطف كان في بدايه الامر في معاهم تعاطف، هم الاخر المسلمين جم ازاي اساسا؟ يعني هم جم الحكم ازاي؟ هم جم الحكم نتيجه ان هم الناس متعاطفه معاهم انه بقى لهم 80 سنه تحت الارض. ايوه. ناس بتصلي، ناس عارفه ربنا كويس؟ وان كان في ممارسات يعني في ممارسات من الحكم السابق ضدهم جامد، فهم كان في تعاطف شديد معاهم عشان كده يعني يعني فطبعا لما طلعوا على السطح بدات كل هذه الاطماع بقى، اطماع السلطه بنت. بانت اطماع السلطه. مش رجال حكم، مش موادين للحكم. كويس؟ لذلك الشعب الناس كلها دلوقتي ايه سبب اقبال الناس على الاستفتاء ليه؟ الناس عاوزه تحس ببلدها تاني. ايوه الناس حاسه ان بلدها بتضاع منها. ما كانوش برضك يعرفوا حجمهم ازاي، وان هم ممكن يتخانقوا يعني ان هم ازاي عاوزين يقوضوا الوطن، عاوزين يظهروا وطن في اضعف حالاته، وهذا لا يحدث. مين اللي قال ان 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 ان, إن, إن لما السلام الجمهوري يعلن ما حدش يقوم؟ عاوزين فكرة الولاء للوطن تعود مرة تانية. فكرة الولاء للوطن، مصر هي الأم الأكبر، هي السقف الآخر سقف. عندما ينشد النشيد الوطني الجميع يقف للنشيد الوطني. صحيح. عاوزين تعود تحيا جمهورية مصر العربية في المدارس. كل الكلام ده لازم نعيد الولاء مرة أخرى لمصر. فالناس طالعة، أنا برضك بقول للناس نكمل بكرة إن شاء الله في نعم، علشان ننعم باستقرار بلدنا ونعيد الولاء مرة أخرى للناس اللي خرجت عن الولاء، أن يعودوا للولاء وأن ترجع مصر بلدنا الآمنة مرة أخرى. لأن طبعا الشعوب الأوروبية للأسف الشديد مش عاوزة مصر تهدأ، لأنهم لهم مخططات عاوزين يطمعوا فيها، لكن ستبوء جميع محاولاتهم بالفشل، لأن الله هو حامي مصر. صحيح. هرجع لحضرتك في هذه الجزئية، لكن أستاذ عبد القادر، فشل جماعة الإخوان في إدارة البلاد بشكل عام، هي الحقيقة سواء في انتخابات رئاسية وحصلت على هذا المنصب، وأيضا في انتخابات التشريعية ومقاعد معظم مقاعد البرلمان، هل هذا بيعطي أو بيحمل عبء كبير على القيادة القادمة المتمثلة سواء في رئيس الجمهورية أو في المجلس القادم، أن هم يتجنبوا العديد من الأخطاء والأزمات اللي مرت بها مصر الفترة السابقة؟ طبعا هي اولا هي فشلت لان ما كانش لها برنامج واضح للنهوض بالبلاد، سواء اقتصاديا او اجتماعيا او حتى سياسيا. راينا مشروع النهضه كلها كان زي ما النكته الشهيره طلعت فنكوش يعني في الاخر، لكن كان لهم استراتيجيه مختلفه واهداف اخرى مختلفه عن النهوض بمصر، اخضاع مصر في اطار الامبراطوريه اللي هم بيفكروا في انشائها، وده كان يقتضي اهدار استقلال مصر لصالح الفكره الامبراطوريه المتكونه في ذهنهم. فلذلك فشلوا، فضلا عن انهم ليس لديهم اي خبرات حقيقيه في ممارسه حكم، يعني ما تمرسوش في الحكم، ربما تمرسوا في التجربه التشريعيه، ومع ذلك حتى الخبرات اللي حصلوا عليها من خلال تواجدهم في البرلمان منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى بدايه العقد الاول من القرن الحالي ما كانت محدودة جدا، وعندما تولوا حتى السلطة التشريعية لم يفكروا في تشريعات مفيدة لنهضة هذا البلد. هل كانت مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية هي
بداية النهاية لحكم جماعة الإخوان في مصر؟ بالتأكيد بالتأكيد، بس اللي عايز أقوله أن هم كانوا مقررين هذا القرار من وقت مبكر أنهم يتولوا حكم مصر ومن خلال مش فقط السيطرة على السلطة التشريعية، السيطرة على السلطة التشريعية وأيضا السلطة التنفيذية من خلال الانتخابات الرئاسية أيضا، ولأن هم كانوا توصلوا إلى اتفاق واضح بينهم وبين الولايات المتحدة على الوصول إلى حكم مصر. والرئيس الأسبق جيمي كارتر بوضوح أجرى اتفاقا محددا بينه وبين الإخوان، وقال لبعض الشخصيات المصرية منهم رجل الأعمال فريد خميس وهو يلتقي به في جورجيا في أواخر 2011 قبل الانتخابات الرئاسية، أنه جاء إلى مصر في الشهور الأولى من 2011، قابل المرشد الدكتور بديع وخيرة الشاطر نائبه ودكتور محمد مرسي كرئيس حزب الحرية والعدالة، وحصل منهم على وثيقة مكتوبة وموقعة من الثلاثة بتأييد معاهدة كامب ديفيد والتصدي لمن يسعى لخرق هذه المعاهدة مقابل أن يصلوا إلى الحكم. وفي نفس الوقت في شهر نوفمبر من 2011 جاء السيناتور كيري، كان وقتها سيناتور في الكونغرس الأمريكي وليس وزيرا للخارجية، وطلب منهم بشكل واضح بعد أن اطمأنت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نواياهم وخططهم ومواقفهم إذا وصلوا إلى الحكم أن يترشحوا لانتخابات الرئاسة الأمريكية المصرية. هل تتوقع أي تغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر بعد الاستفتاء على الدستور أو بعد المضي قدما في خارطة الطريق؟ هتتغير، من المؤكد هي مضطرة، المواقف الاستراتيجية لن تتغير ولكن المواقف التكتيكية سوف تتغير. المواقف الاستراتيجية تتمثل في أن أمريكا لا تريد أن تكون لمصر دولة وطنية قوية عصرية ديمقراطية، ده بالتأكيد لا تريد أن ترى لمصر أن ترى مصر دولة قوية في هذه المنطقة، لأن دولة قوية هيبقى لها تأثيرها في منطقتها في محيطها الإقليمي. هي تريدها دولة ضعيفة مفككة ممزقة أو على الأقل منكفئة على نفسها طلع جراحها باستمرار، ما ترفعش تبخل فوق أبدا يعني. لكن هي مضطرة للتعامل معانا بأي شكل من الأشكال، لأنها لا يمكن أن تغامر بفقدان التعامل مع مصر. هي في بعض المصالح لها في هذه المنطقة، وفي التعامل مع مصر لا يمكن أن تغامر بإهدار هذه المصالح. هي تريد تأمين معاهدة السلام مع إسرائيل ألا يتم خرق هذه المعاهدة، تريد تأمين المرور في الآمن في قناة السويس. فدول حاجتين أساسيتين لا يمكن أن يتحقق في ظل صدام بينها وبين مصر. ولنتذكر أنها ظلت تتصادم صداما غير عادي مع إيران، ولكنها تحت الضغط الإيراني والمحيط الإقليمي اضطرت للتعامل مع إيران. وأعتقد أمس الرئيس الأمريكي أوباما هدد الكونغرس بأنه لن ينفذ أي إجراءات أو قرارات للكونغرس الأمريكي لمقاطعة أو فرض عقوبات على إيران مستقبلا. ده يعني أنها إيران نجحت أن تفرض الواقع الإيراني على الإدارة الأمريكية. نحن نستطيع أن نفعل ذلك، فلنمضي في طريقنا، ننهي دستورنا ثم ننتقل إلى الاستحقاقات التالية، انتخابات رئاسية وبرلمانية، ونعيد بناء دولتنا غير عابئين بأي اعتراضات أو انتقادات أو ملاحظات للولايات المتحدة الأمريكية، وهي سوف تضطر اضطرارا للتعامل معنا لأنها لا يمكن أن تغامر بفقدان التعامل معنا. طيب سيادة اللواء، التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ما زال هناك اجتماعات بتجرى، ما زال هناك أفكار، ما زال هناك خطط، كيف يمكن أن يؤثر على الحالة الأمنية في مصر في ظل هذه المرحلة الانتقالية اللي بتعيشها مصر، وما هي المخططات اللي ممكن أن ينتهك؟ هو التنظيم الدولي ده يبص لمصر انها رمانة الشيء
لأن مصر لها ثقل كبير في التنظيم. أكبر عددا، أكبر قوة، مصر هي رمانة الشرق. فهو كون أن مصر تقع منه دي موضوع أن التنظيم نفسه كله بينهار. فهو طبعا دي بالنسبة له حاجة يعني حدث كبير. فهو بيسعى بكل ما يملكه من أموال وكمكائد أن يقود هذا الوطن. دي اللي عاملة له نوع من الخلل. فهو أي حاجة بتحالف معاها، يعني تكفيريين يمولهم، جهاديين يمولهم، إخوان كل الناس يمولها بالمال وبالمكائد، عشان لا هو مش عاوز يسقط تسقط الإخوان مصر. دي بالنسبة له حاجة أساسية. لكن طبعا بعد الأعمال اللي بيعملوها، التفجيرات والمكائد تكود الوطن، بدأ الناس تفقد الإخوان. بدأوا كل يوم بيصرف في الشارع. كل يوم بيصرف في الشارع، مش عارفين يعيدوا قراءة المشهد مرة أخرى. طبعا دي أنا برضك عاوز ألقي الضوء لدى المشاهد أن المواجهة معهم ليست سهلة، أن هم بيسلكوا كل الطرق كيف يحارب هذه البلد. اما بالتظاهر، بس الان يا فندم ما بقاش في رفض امني فقط، في رفض امني وفي رفض جماهيري. لا يا فندم، الامني ما فيش، هو مش الامن يعني. يمكن كان في فتره من فترات جماعه الاخوان كانت بتنال بعض الاستحسان لدى المواطن المصري، لان كان في برضو فكره عدم الثقه ما بين الامن والمواطن. لكن في اجماع النهارده احنا بنتكلم عن فندم، هو الجديد النهارده في المكافحه، الجديد في مكافحه ضد الارهاب الناتي ان الشعب هو الاصل في المكافحه. ويحمي الشرطة والجيش. يعني صحيح. يعني دي الجديد في الأمر يعني. نهضة الشعب هو اللي عاوز الشيء ده، اللي هو بيحارب الشيء ده، بيحمي الشرطة والجيش. يعني هو اللي أنا بس هو اللي إحنا كيف نقضي عليهم سريعا بالتنمية، من إحنا ننمي المناطق الفقيرة. ودي ده نوع اللي أنا بشايفه ده من أكبر أنواع التحدي المقبل. نهضة الإخوان استغلت غياب الدولة في المدارس، بدأت تنشر مجموعة أفكار في لدى التلاميذ بطريقة مخيفة. استغلت الدعاة، ضعف الدعاة، بدأت هي تعمل هذا الموضوع مع ده. استغلت المناطق الفقيرة في التواجد فيها بالمعونات الخيرية بالزيت والسكر وكلام من ده. فطبعا كل هذه الثغرات كويس ان شاء الله هي ديت في عبء لدى الدوله، ان هي تواجه هذه الثغرات بالتواجد فيها وبالتنميه. لابد من تنميه المناطق الفقيره والمناطق العشوائيه عشان نصح ونصحح منظومه التعليم. لان الانسان لو تعلم صح بدا يحكم على الامور صح، ما يهموش اي حد. اسمحونا ان احنا نستكمل حديثنا بعد خروجنا لهذا الفاصل. هنستقبل ضيف كريم هينضم لينا لهذا الحوار للتعليق عن ما حدث يوم الاستفتاء وما اليوم عليه. بنتكلم عن الشق الامني، بنتكلم عن الشق السياسي، بنتكلم عن خارطة المستقبل. اسمحونا اننا نستكمل هذا الحوار بعد الفاصل. ومستمرين مع حضراتكم وعلى الهواء مباشرة، وقراءة في اليوم الأول للاستفتاء على الدستور الجديد بعد انتهاء هذا اليوم. بنحاول نحن نحلل هذا اليوم وما حدث فيه وتوقعاتنا لليوم الثاني. نتمنى إن شاء الله أن يمر على خير بإذن الله وينتهي الاستحقاق الأول الخاص بالدستور الجديد. انضم لنا الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر. أهلا بحضرتك دكتور صلاح. أهلا بيك. وسعداء بوجود حضرتك معنا. أنا أسعد. يعني نتكلم على طول، ندخل على طول في الحوار وتقييم حضرتك لليوم النهاردة. والحقيقة كان يوم الحقيقه مشرف لينا كلنا كمصريين. بالتاكيد شفته ازاي يا فندم؟ لا هو بالتاكيد طبعا. اولا انا عايز ابدي سعادتي طبعا بوجودي مع حضراتكم في البرنامج المحترم وفي شاشه ماي لايف، انما عايز ابدي برضو سعادتي الاكبر والاعظم بهذا الشعب العظيم وهذا الشعب الرائع اللي دائما يعني حينما تعتقد ان هذا الشعب مات سياسيا وتجده يستدعي وطنيته ليصنع مجدا جديدا. فهذا الشعب دائما كده تلاقيه شعب شدائد، مش بتاع رفاهيه، شعب مش واخد ان هو يعيش حياته في تكييف. دائما وقت الشده تلاقيه يستدعي حضاره 7000 سنه ده ليصنع لك حدث جديد وحدث فريد. فبالفعل النهارده احنا كنا متفائلين وكنا بنقول الناس هتخرج للاستفتاء. انما لما اروح اللجنه النهارده الساعه 8 الصبح قبل ميعاد الاستفتاء بساعه وبساعه ونص، وتلاقي طوابير تتعدى مسافتها كيلومترات، فدي ده يؤكد ان الشعب ده على فكره هو الحاكم،
وان ارادته هي الحاكمه وانه مدرك تماما للحظه التاريخيه اللي بتعيشها مصر ومدرك تماما لهذا النداء الوطني من الجيش المصري ومن قائده الفريق اول عبد الفتاح السيسي والنداء الوطني من الظرف الوطني اللي بتعيشه مصر اللي بتستدعي ان احنا نصنع مستقبل. المستقبل ده لن تصنعه مؤسسه حاكمه ولا الجيش المصري بس ولا قائد الجيش المصري. المستقبل ده يجب ان يصنع بالمشاركه المشاركه من اول المؤسسه الحاكمه بالجيش المصري بالشرطه المصريه بالشعب المصري الاعظم 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 اللي النهارده عايز اقول لحضرتك احنا كان يستمر في بعض الشدائد كده وبعض الازمات يتملكنا شعور ان الشعب هو المشكله وان الشعب سلوكيات الناس صعبه وكذا كنا بنفضفض بالكلام ده مع بعض احنا واحنا ماشيين واحنا قاعدين مع بعض في اي حته على قهوه في اي حته نقول لا المشكله مش في الحكومات قد الشعب لازم يحسن سلوكه انما النهارده اللي عمله الشعب دوت يخلي كل مواطن مصري يفخر بمصريته دي يجوب كل دول العالم ويجد مباني وحضارات وناطحات سحاب انما ناطحه سحاب هذا الشعب هي كرامته وهي شيمه الكريمه وهي حضارته اللي بيستدعيها وقت العوزه. أي. شعب بقول لك يعني بصراحه انا فخور ان انا مصري. انا اللي شفته النهارده ملحمه وطنيه. عايز اقول لك ان احد اهم المشاهد الرائعه اللي انا يعني يمكن اثرت فيها بشكل شديد جدا لما لقيت خد بالك سيده منقبه ترمز الى التدين وجايه وهي واقفه في اللجنه. فراحت شافت اتنين من افراد القوات المسلحه افراد عاديين من القوات المسلحه واقفين بينظموا طابور الناخبين راحت معاها بسكوت فراحت واخده بسكوته وبسكوته وراحت تديها للاتنين انت عارف انضباط القوات المسلحه اللي هو لا ما باخدش حاجه وقت الشغل ففضلت تلح عليهم لغايه ما خدوها خدوا قطمه منها وراحوا مناولينها الاتنين مواطنين واقفين في الطابور احدهم ملتحي ده يؤكد ان الشعب المصري الجيش المصري الدوله المدنيه المصريه متدينه بطبيعتها وبفطريتها الوسطيه العظيمه انما وما فيش عداء ما بين الجيش ولا ما فيش اعداء ما بين القوى السياسيه ولا الشعب المصري والدين نحن شعب متدين بطبيعته انما في عداء ما بيننا شديد جدا ما بين الارهابيين ام متاجرين بالدين وده بقول لك اللي لخصه المشهد ده ببساطته وبعظمته فعايز اقول لك بمنتهى الصراحه اللي انا شايفه اللي شفته النهارده حاجه في منتهى العظمه انما عايز اشوف الاعظم بكره النهارده احنا خلصنا الشوط الاول من المباراه وفي الرياضه يقول لك ايه المباراه مش شوط واحد شوطين يعني احنا فعلا المباراه الوطنيه اللي احنا بنعملها النهارده شوطين شوط النهارده وشوط بكره مش عايزين نعتمد ان احنا بس نتيجه الشوط الاول الحقيقه مبهره وغير متوقعه فعايزين نقول النهارده لكل مواطن مصري ما خرجش ان لديك فرصه تاريخيه سوف تكتب لك في التاريخ انك شاركت في صناعه مستقبل باهر لهذا الوطن شاركت في حمايه هذا الوطن من اي السنه تزايد عليه خارجيا وداخليا فالنهارده احنا عايزين بكره ملايين اخرى تخرج ملايين تضاعف هذه الملايين اللي خرجت النهارده تؤكد مشاركتها في صناعه المستقبل اللي احنا بنتمناه جميعا. طيب دكتور صلاح الحقيقه حزب المؤتمر كان له دور هام وفعال في حشد المواطن ونزوله للاستفتاء ومشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري. الى اي مدى نقدر النهارده بنقول ان حزب المؤتمر بيجني ثمار الفتره السابقه وبالفعل حقق تواجد كبير في الشارع المصري؟ انا عايز اقول لك يمكن فعلا احنا هلكنا في الاسبوعين اللي قبل الاستفتاء او الثلاث اسابيع اللي قبل الاستفتاء، انا شخصيا كنا عاملين قوافل ومؤتمرات شعبيه من اول اسوان مرورا بالاقصر هنا سوهاج المنيا الفيوم اسيوط بني سخيف ثم انتقلنا لوجه بحر اسكندريه والبحيره والغربيه والشرقيه والاليوبيه محافظات كثيره جبناها وقمنا بدورنا كحزب في حدود المقبول والمطلوب احزاب اخرى حاولت انما عايز اقول لك النهارده اكتشفنا حزب اكبر هو الشعب المصري هو اعظم حزب وهو اقوى حزب وعايز اقول لك مش عايزين ندعي لنفسنا دور ولا قوه ان احنا اللي خرجنا الملايين دي الملايين دي هي اللي بتدي دايما الدرس وزي ما كنا دايما بنقول ان الشارع دائما سابقا لاي قوه سياسيه ولاي مطلب سياسي ولاي مؤسسه حاكمه بالفعل النهارده الشارع كان هو الحزب الاكبر وهو الحزب الاعظم الذي حضر واستدعى نفسه للمشاركه في هذا اليوم انما احنا كحزب شاركنا بجهد اراه مقبولا اراه وطنيا كان واجبا علينا بهدف ان احنا عايزين المواطن اللي كان دايما يشتكي ان الاحزاب ديت مجرد احزاب بنشوفها في التلفزيونات وبنشوفها في مكاتبها بس وفي تصريحات صحفيه لا احنا كنا بنقدم نفسنا كنموذج لحزب لديه رغبه جدا ان هو يقدم مشروع سياسي جيد لذلك احنا ما اكتفيناش بالدعايه والورق اللي بتوزع لا احنا رحنا لكل المحافظات عملنا مؤتمرات حضرها الاف كنا عاملين قوافل ترقى ابواب من شباب الحزب النهارده اكثر من
15,000 شاب فعليا لاول مره تقدر تقول عن حزب عنده 15,000 شاب، اتحاد شباب الحزب، غرف عمليات في كل المحافظات متواجدين، تقرير بيطلع كل ساعتين من غرفه العمليات الرئيسيه بناء على معلومات ومتابعات من المحافظات، كل ساعتين كان تقرير، ولو حضرتك تابعته على المواقع هتلاقي تقرير اتحاد شباب حزب ومؤتمر حزب المؤتمر، كل ساعتين تقرير بيطلع بيقول ايه اللي بيحصل في كل لجنه، المترددين عليها قد ايه تقريبا، المشاكل اللي حصلت ايه، السلبيات ايه، الايجابيات ايه. فكنا بنؤدي دورنا، بتمنى باذن الله ان ربنا يوفقنا مع هذا الشعب العظيم ان احنا نبقى لينا سبق في ان احنا يبقى حزب فعلا يثق فيه المصريين ان شاء الله. الحقيقه استاذ عبد القادر، نشر هذا الوعي وبالفعل المواطن المصري النهارده، احنا بنتكلم عن مواطن بيستطيع انه يختار بين وجهات نظر، بينزل في الدستور، في الانتخابات الرئاسيه، في الانتخابات التشريعيه، هل نحن بحاجه للحفاظ على هذه الروح، خاصه انه احنا على اعتاب انتخابات رئاسيه وانتخابات برلمانيه، كيف يمكن الحفاظ على هذه الروح عند المواطن المصري؟ هل ده دور الاحزاب ام انه دور اللي هيدخلوا بس بقى الانتخابات القادمه، سواء المرشح الرئاسي او المرشح الانتخابي في مجلس الشعب؟ هو دور الاحزاب ودور الاعلام، لا دور الاحزاب، دور الاعلام، دور منظمات المجتمع المدني. ايوه، ثلاث مكونات دول مهمين جدا، المؤسسات دي دورها مهم جدا. اللي عايز اقوله الحقيقه، اضافه اللي قاله الاستاذ صلاح، ان الاحزاب قامت بدور الحقيقه، مش بس حزب المؤتمر وعديد من الاحزاب الاخرى، في حشد وتعبئه المواطنين والناخبين لانهم يذهبوا الى صناديق الانتخابات للادلاء برايهم في الاستفتاء. دور لا محمود ومشكور، والاعلام ايضا بذل جهد في حض المواطنين والمواطنات على الذهاب الى صناديق الانتخابات. كنت اتمنى بقى انه لا يقتصر الامر على مجرد زي ما قال الاستاذ صلاح، ان احنا بنراقب وبندرس وبنتابع، ده مهم للاحزاب، ندرس الخريطه السياسيه والخريطه الانتخابيه، لان العمل الرئيسي لاي حزب والاختبار الرئيسي لاي حزب هي المعارك الانتخابيه. لكن انا كنت اتمنى ان يقوم شباب الاحزاب بجهد في مساعدة الناخبين بالفعل في يوم الانتخابات. يعني وجدنا عددا من الناخبين لا يعرفون الوصول الى لجانهم الانتخابية ولا الارقام هم في الكشوف، وفي لجان انتخابية ما فيش كشوف معلقة بالاسماء امام هذه اللجان. في يعني ارقام من يستطيع المواطن ان هو يتصل بها او يبعت رساله، وده الامر في غايه السهوله، سهل بالفعل، وفي ناس كثيره الملايين. لكن في ايضا مواطنين اخرين ما قدروش يتوصلوا لده. بس فكره تواجد البعض امام اللجان يا فندم، او البعض بيتخذها ان هي بتؤثر على سير العمليه الانتخابيه بشكل عام، سواء الاستفتاء او الانتخابات التشريعيه، عمل مهم وضروري لمساعده الناخب انك حتى تتطور العمليه الادلاء بالاصوات فيما بعد يعني، وتبقى بشكل مختلف. الامر يحتاج لمساعده الناخب، مساعده الناخب ايضا. كنت انت محتاج لبعض الحاجات اللوجستيه، يعني الاحزاب تقدمها للناخبين، مياه شرب، كراسي، كان بتتعمل بقى البعض المتطوعين بيعملوها. يعني وزاره الشباب عامله حشد لعدد من الشباب كان بيساعد في هذا الاتجاه. كنت اتمنى ان تنخرط الاحزاب في هذا العمل ايضا. تمام. اجمالا اللي عايز اقوله، توضيح لهذه النقطه استاذ عبد القادر، هو بيتكلم كلام منطقي جدا. وده اللي كنت انا بقصده، ان شبابنا كان موجودين، كان ليهم دور تنظيمي يعني، وبتعاون على فكره مع وزاره الشباب بالفعل. يعني كان الشباب بيقوم بان هو مثلا الطابور طويل جدا حتى لا يحدث كلام مين اللي جاي ومين اللي رايح ومين اللي داخل ومين الاول. فكنا بنوزع عندنا دفاتر مرقمه من 1 لـ100 مثلا. فاللي واقف الاول ياخد رقم 1، اللي بعديه رقم 2، اللي بعديه رقم 3، فيبقى كل واحد عارف ترتيبه ايه في الطابور دوت، ما يحصلش اي احتكاك. الحاجه الثانيه، كنا بالفعل على فكره بعض الشباب من الحزب كان معاهم لابتوب ونت عن طريق النت، احنا ما كانش عندنا نسخه من جداول الناخبين، ما قدرناش نحصل عليها من وزاره الداخليه، انما كان عن طريق اللجنه العليا للانتخابات بيجي المواطن يقول اسمه ورقم مقاومي، وشباب الحزب هو اللي بيدخله وبيديله، يقول له في ورقه اسمها دليل ناخب، يقول له انت في اللجنه مثلا رقم مقر انتخابي رقم كذا، او مقر انتخابي في مدرسه ابو بكر الصديق مثلا، ولجنتك الانتخابيه رقم كذا، ومسلسلك داخل هذا الجدول رقم 150 مثلا. تمام. طيب الشق الامني، لسه هعود مع سياده اللواء اسامه الطويل حول تواجد الامن في اللجان والدور اللي بيقوم بيه، لكن اسمح لي يا فندم ان احنا بس نخرج لهذا الفاصل ونرجع ونستكمل حوارنا. خليكم معنا.
ومستمرين مع حضراتكم. وكان حديثنا مع سيدة اللواء أسامة الطويل ست اللواء، الحقيقة كان سؤال لحضرتك حول دور الأمن في اللجان الانتخابية، يعني متى يتدخل الأمن؟ هل إذا طلب القاضي مثلا الأمن يتدخل ويتواجد داخل اللجنة، خاصة في ظل الأحداث اللي احنا بنعيشها؟ وفدم هو دور الأجهزة الأمنية كلها أنها حفظ الأمن والنظام. أما سير العملية الانتخابية متروك للسيد القاضي، هو اللي بيبقى الشخص الوحيد المنوط به سير عملية انتخابية بانتظام واضطراد بالنسبة للناخبين. بيتدخل الأمن، والأمن بيبقى تواجد خارج اللجان. ليه؟ لأن طبعا عشان هو دوره حفظ الأمن والنظام. عندما يعني يشعر رئيس اللجنة القصد القاضي أن في أن النظام عنده في دخل ناس أو عمل التشاجر أو أي شيء، هو بيطلب الضابط المتواجد على اللجان بيتدخل عشان يفض هذا الشجار، سواء بالضبط سواء بإخراجه بره اللجان حسب ما يتراءى للسيد القاضي. يعني ممكن أحد القضاة يكتب مذكرة في الشخص عاوز يتوجه معه اتخاذ إجراء قضائي، يعني في واحد يخش يتطاول قاضي بيكتب مذكرة بيتم ضبط الشخص ده وبساله النيابة في أصل الوقت. يعني كل حاجة لها، كل مخالفة لها الإجراء القانوني بتاعها يعني. تمام. لكن التدخل الرئيسي بيكون بناء على استدعاء السيد القاضي للضابط المنوط به حفظ النظام. بالتأكيد لازم الحديث يقودنا حول فكرة التحالفات الانتخابية القادمة بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. نحن بصدد انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، ويمكن كنا في الفاصل لسه بنتحدث عن فكرة النظام الفردي أو القائمة النسبية، وأعتقد من النهاردة أو يمكن من قبل كده كمان وبدأت الأحزاب في الاستعداد لهذه الانتخابات. رؤية حضرتك يا فندم، وهو النظام الانتخابي الأمثل اللي احنا محتاجينه في هذا التوقيت؟ أنا شخصيا أميل للنظام الفردي وبستند إلى مجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول أن نظام القوائم مش معروف بما يكفي لدى الناخب المصري. وانه الاعتبار الثاني ان احزابنا ليست من القوة بما يكفي لان يكون لدينا معركة انتخابية حول برامج سياسية. الاعتبار الثالث التجارب السابقة، ان في القوائم كانت قوى التيار السياسي الإسلامي وتحديدا الإخوان ويليهم السلفيين هم اللي بيقتنصوا النسبة الأكبر من المقاعد البرلمان بين القوائم. أنا بقول ده وفي ذهني على وجه التحديد أن الإخوان حتى الآن قاطعوا الاستفتاء كما يبدو، ولكنهم أنا في تقدير الشخصي أنهم لن يقاطعوا الانتخابات. هل بتتوقع وجود لهم؟ وأنهم سوف يشاركوا في المعركة الانتخابية بأشخاص غير معروفة جديدة، وأنهم رصدين لهذه المعركة الانتخابية مبالغ كبيرة. هم التنظيم الدولي للإخوان راصد 15 مليار دولار للثلاث معارك، الدستور والمعركة الانتخابات الرئاسية ومعركة الانتخابات البرلمانية، بما يصل إلى 500 جنيه لكل داخل. جماعة الإخوان هيكون هناك مرشح رئاسي يدعمه الإخوان، وهيكون لديهم عدد من المرشحين. هل هناك بعض الغير معروفين وده متاح بالنسبة لهم، لديهم أسامي. وأذكر بأن آخر حديث عمله مدير المخابرات المصرية، وكان ده أول وآخر حديث مع صحيفة أمريكية، قال بوضوح أن عدد أعضاء تنظيم الإخوان 800,000 فرد. ده يعني ان اللي احنا نعرفهم اقل من اللي ما نعرفهمش من هذا، واللي ممكن يشاركوا في الانتخابات معروفين. مش معروفين هيبقى ممكن ان تحت لافتات مستترة، اخشى ان يشاركوا تحت لافتات بعض الاحزاب المدنية. واحذر ان هناك لدينا حزبين من الممكن ان يخترقهم الاخوان من خلال سواء عن معرفة أو عن عدم معرفة، حزبين مدنيين جاهزين ممكن أن يتم اختراقهم. البعض حزب الدستور، وأعتقد أن نتذكر
ان المجموعه الاخيره التي استقالت من كوادر حزب الدستور استقالت احتجاجا على موافقه الدكتور البرادعي الرئيس الراعي لهذا الحزب ورئيسه حتى الان لان لم تجرى انتخابات جديده، على ضم 1000 شاب اخواني جديد لحزب الدستور. طب دكتور صلاح، هل تتوقع وجود سياسي لجماعة الإخوان مرة أخرى في الانتخابات التشريعية أو يكون لهم قوة مؤثرة في اختيار الرئيس القادم؟ لا، أنا متصور أن في إطار انتخابات يعني واضحة المعالم وجود مرشح ينتمي لتيار الإسلام السياسي بشكل عام ولجماعة الإخوان بشكل خاص، يعني أمام الناخب أنا متصور أنها تبقى فرص ضعيفة جدا. إنما أنا أتفق مع أستاذ عبد القادر في مسألة أن من الممكن أن يخوض الانتخابات بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وعايز أقول لحضرتك حاجة، هما بالنسبة لهم يعني أنا حتى كنت وهو مرسي بيحكم كنت في أحد الحوارات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن إحنا في بعض الدوائر لو رشحنا طوبة هتنتخب. بمعنى ان في تنظيم جماعه الاخوان المسلمين هم ليهم يعني قواعد تصويتيه ثابته، ما بيفرش معاهم اسم مرشح ولا السي في بتاعه ولا اي برنامج ولا اي اهداف ولا هو جاي ليه. هم لو حطوا لهم زير هينتخبوا زير. فهي ده بمنتهى الصراحه. فعايز اقول لحضرتك حاجه، في اطار هذه القواعد التصويتيه انا متصور ان من الممكن واتفق مع الاستاذ قادر ان من الممكن ان يرشح بعض اعضاء جماعه الاخوان المسلمين تحت بعض الستائر المستتره لأحزاب مدنية. عايز أقول لك إن في أحزاب مثلا على وجه التحديد حزب الدستور من الممكن، حزب غد الثورة من الممكن، هناك بعض الأحزاب اللي هي مجرد أحزاب لا تمتلك غير رخصة حزب وملهاش أعضاء، عايزة نشوة إن هو يبقى ليه نواب في البرلمان، مش مهم انتماءاتهم ايه، مش مهم خلفياتهم ايه، انما هو عايز ممكن يخش في اتفاق مع الجماعه ان هاتوا مرشحهم لك انا وفي الاخر يبقى حزب كذا اكس مثلا ل 20 نائب او 30 نائب في البرلمان بشكل ده. ممكن لو حصل على فكره انا بتصور ان هي تبقى من بشائر الخطر على المجلس النيابي جاي، ومش على المجلس النيابي بس، على مصر كلها، لان انت عندك بناء تشريع متكامل ما بعد الاستفتاء على الدستور هتبقى بصدده. انت عندك بناء تشريع في كل المجالات، قوانين الجمعيات الاهليه، قوانين الضرائب، قوانين العمل، قوانين كل القوانين هيتم تشريعها. وفي بعض النصوص الدستوريه اللي بتدي خمس لخمس اعضاء مجلس الشعب ان هو يقول لك ايه ده خمس معطل. يعني من الممكن هذا الخمس ان يطرح الثقه في الحكومه فيوقع لك الحكومه او يعطل لك مثلا اجراء هي عايزه تاخده. فانت ينوت بصدد ان انت لا، انت عندك يجب ان يعني يحذر الناخب المصري تماما. وعلى فكره ده بقى ياخدنا لدور تنويري لجهتين، القوى السياسيه والحزبيه الوطنيه والاعلام المصري. يعني انت النهارده عندك معركه خطيره جدا، يعني لا المعركه الرئاسيه انتخاباتها اسهل يعني حتى لو رشح حد فهي تبقى معركة أحادية الجانب. يعني معروف اسم قصاد اسم. إنما في الانتخابات النيابية هيتهلك مجموعة من الأسماء اللي أنت متعرفهاش أساسا تحتيها، وهتبقى أنت حاطط لها مش هتحط مثلا إيه هو حزب ده نازل بكام 150 مرشح، يا راجل ده لو نجح له اثنين مرشحين يبقى كويس قوي. تفاجأ بأن الحزب ده اللي 40 50 عضو جوه مجلس الشعب. ويتم التلاعب بهذا الفكر بالظبط. فهي دي خطورة. إنما بشكل عام بقى أنا بقول لك لا، لو نزل الإخوان المسلمين بانتخابات مباشرة كده ومعروف إن هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين مش هينجح حتى في الشارع اللي هو ساكن فيه. مش في دايرة كبيرة. فهي ده زي بقول لك انا كده لا، انا ده بيقودنا الى فكره نظام انتخابي مختلف. او ما هو النظام الانتخابي الامثل؟ نفس السؤال اللي وجهته للاستاذ عبد القادر. اقول لحضرتك حاجه، اسال اي حزب في مصر ايه النظام الانتخابي الافضل ليك كحزب، يقول لك النظام القايم. طب ايه النظام الافضل ليك كمصري 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 الفردي؟ هنا بقى انت في صراع ما بين حاجتين، مصلحه الحزب ومصلحه الوطن. وانا من وجهه نظري حينما اقارن بين مصلحه الوطن واي مصلحه اخرى فالتزم اي مصلحه اخرى، الجحيم بما فيها الاحزاب وعلى راسهم حزب المؤتمر. انت بتتكلم في مصلحه وطنيه بحته. ان انت عايز انتخابات فرديه ليه؟ عشان يجي صلاح حسب الله مثلا ام منتمي الى جماعه الاخوان المسلمين يبقى واضح كده قدام مرشح فردي، يبقى معروف مش مستخبي تحت قائمه حزب، واضح ان المرشح ده قصاد مرشح مدني اخر. فهنا اهوت هتبقى مساله افيد. والحقيقه ايضا يا دكتور صلاح، حتى بنظام القائمه المواطن المصري بياتي بيشوف مين على راس هذه القائمه. انا بشوف الدكتور صلاح على راس هذه القائمه ايا كان بقى، بنسى حزب المؤتمر ايا كان، انا القائمه على راسها الدكتور صلاح انا هقول عليها بالظبط. يا استاذ سامر، الممارسه الفعليه
الحقيقه اللي في انتخابات 2011 في ظل انتخابات القايمه ما قالتش ان اللي انتخب قايمه مثلا حزب المواطن المصري ولا حزب المؤتمر ولا حزب الوفد ولا حزب كذا انتخبه عشان برنامج حزب الوفد. هات لي حزب بما فيهم حزب المؤتمر عرض برنامجه خلال انتخابات. احنا خلينا نبقى صراحه مع الناس. صحيح. الحقيقه ان كان بيعتمد على اسم واحد من رموز العائلات الكبيره في محافظه المحافظات او في دايره من الدوائر ويحط على راس القايمه. فاللي راح ينتخب هو حتى احيانا ما يعرفش هو ده حزب ايه. يقول له هو الحزب يعني الحزب ده مثلا واخد رمز العين. فيقول له روح انتخب العين. هو العين دي بتاعت ايه الناخب اللي رايح؟ والله ما يعرف حزب ايه. بس فلان رايح عشان ينتخب صلاح حسب الله ولا تامر ولا فلان. صحيح. عشان هو على راس القايمه دي. الحاجه الثانيه ان احنا خلينا نتكلم على انتخابات الدوائر المصريه منذ ثوره يناير حتى الان. انت عندك في دور خدمي كان بيقوم بيه النائب المصري. انما اللوجيك بيقول ان اللي مفترض يقوم بدور الخدمي ده المجالس المحليه. طب من 25 يناير لغايه احنا هو دخلنا على 3 سنين، عدينا 3 سنين، فين المجالس المحليه؟ لا يوجد مجالس محليه. طب فين الدور الخدمي؟ لا يوجد دور خدمي، ما بيتعمل في اي دائره من دوائر مصر. طب انت مش محتاج فعلا الناس اهالينا دول في دوائرهم مش محتاجين خدمات ومش محتاجين بجانب الدور التشريعي والرقابي للنائب دور خدمي؟ فاحنا بالتالي اللي يستطيع ان يقوم بالدور الخدمي ده هو النائب المنتخب وفقا للنظام الفردي. لان علاقه الرابطه ما بينه وما بين الناخب رابطه علاقه مباشره. علاقه مباشره، ما فيش بقى وكيل ما بينه هو الحزب الفلاني. في المجمل التجربة الحزبية تستدعي ان احنا نقول الانتخابات بالقوائم احسن. انما المصلحة الوطنية تستدعي ان احنا نقدم مصلحة الوطن ومصلحة الناخب المصري على مصلحة الاحزاب ونقول الانتخابات الفردية هي افضل. هل بتعتقد سيادة اللواء بشكل عام النظام الانتخابي الامثل هو نظام القائمة ام النظام الفردي؟ هو زي ما الاستاذ صلاح قال يعني في مجمله الكلام، احنا حاليا امام مصلحة الوطن. ايوه. الوطن في تلك المرحلة محتاج النظام الفردي. ليه؟ لأن النهاردة المواطن المصري برضك عاوز الشخص نفسه، بينتخب الشخص نفسه. الجديدة اللي عاوز أضيفه الأستاذ صلاح برضك إن أصبحت الكتلة التصويتية من حزب الكنبة بدأت تنزل، عاوزة تشارك بقى دلوقتي. هو دي اللي هيعمل الشغل، اللي هو الحزب الكنبة ده اللي هيعمل الشغل في الانتخابات القادمة. لأن الإخوان كانوا بيعتمدوا على الكتلة التصويتية زي ما سيادتك بيقول كده، هم هينتخبوا فلان هينتخبوا فلان. بس اللي كان بينزل قصاده ما كانش ندي له. فكانوا برضك الايه الامور ماشيه زي ما هم عاوزين. يعني انا كنت ما كنت في الاقصر كان في واحد من الاخوان نازل في اسنا مركز اسنا. بس كان نازل قصاده في الحزب ناس تقال من عائلات تقيله ملوش وجود. يعني هم بيجدوا وجودهم في الاماكن الضعيفه الفقيره. للاسف ما بينزل قصاده ناس ضعيفه. فهم بيكتسبوا الشيء. لكن النهارده الناس النهارده العمل الوطني النهارده محتاج المخلصين من ابناء مصر ان هم ينزلوا كاسماء مشرفه تؤدي للعمل. المواطن النهارده عاوز يحس ان ابنائه بيحافظوا عليه وان ان ان البرلمان دول صفه مجتمع بيشوف مشاكله. فانا برضك يعني من هذا البرنامج بتمنى من ان يقوم بترشيح نفسه يكون على مستوى المسؤوليه على مستوى الحدث. أيه. وكيف يقدم لوطنه هذا. أيه. العمل لوطنه. الشعب دلوقتي عاوز يحل مشاكله. مين اللي يحل مشاكله؟ هو عاوز يحل مشاكله اي كانت المشاكل. أيه. مش عاوز بقى اسماء بركه، هو عاوز مين يحل له مشاكله. ده اللي عنده قدره على حل مشاكل الناس يتقدم بكل جرأه والناس كلها في ظهره. الناس بتحس بكل واحد مخلص. الناس بتحس بكل واحد مخلص مش عاوز هذا الكلام. دي حقيقة. فطبعا أنا برضك الأمل انتخابات القائمة برضك هي بتفيد برضك إن في بعض الفئات برضك ما يقدرش تخش على مستوى الفردي. المستوى الفردي برضك محتاج إمكانيات مالية ومحتاج عزوة محتاج حاجات كتيرة. لو في برضك ناس، لكن أنا المرحلة اللي إحنا في مصر عاوزينها دلوقتي حاليا هي مرحلة الانتخاب الفردي، اللي هو علشان نبدأ نجنب من هو في التيار الإسلامي ومن هو في التيار اللي يمشي في الدولة، بحيث ان الناس كلها عاوزة تعود بلدها مرة اخرى. لا تمام، خلينا نعود ايضا استاذ عبد القادر لفكرة الانتخابات الرئاسية، وخاصة ان الامور تسير في اتجاه ان الانتخابات الرئاسية أولاً. قبل البرلمانية، هل نحن بصدد اسماء بعينها مطروحة على الساحة ام ان قرار ترشح الفريق اول عبد الفتاح السيسي سيحسم الامر سواء بتواجد بعض الاسماء او انحصار هذه الاسماء على الساحة؟ واحنا بصدد في اسماء مطروحة
حمدين صباحي أعلن أنه سوف يترشح حتى الآن. الفريق شفيق أعلن أنه سوف يترشح إذا لم يترشح الفريق السيسي. عبد المنعم الفتوح أعلن أنه لن يترشح، ولكن هناك معلومات بتقول أنه هذا الإعلان غير جاد وغير حقيقي، وأنه قد عندما نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية ويتحدد الموعد سوف يفاجئنا بترشيح. هل تتوقع أنه من ممكن أن يكون ممثل لجماعة الإخوان أو مرشح جماعة الإخوان المسلمين؟ لا، استبعد ذلك. عبد المنعم بن فتوح لم ينفصل روحيا ولا عقائديا ولا ايديولوجيا عن جماعة الإخوان، حتى إذا كان دخل في منافسة ما بين الدكتور مرسي والدكتور أبو الفتوح. هو خلافه الرئيسي ما كانش مع الدكتور مرسي، خلافه الرئيسي كان مع محمود عزت وخيرت الشاطر على وجه التحديد، ودول اللي اطاحوا بيه الاثنين، الثنائي ده اللي اطاحوا بيه من مكتب الارشاد. وكان يخشى خيرت الشاطر من طموحات ابو الفتوح على طموحاته، على تنفيذ طموحاته هو شخصيا، لان كان خيرت الشاطر بيجهز نفسه لان يكون هو المرشح الرئاسي، وحاله الظروف القانونيه الخاصه به انه يترشح. فتم ترشيح مرسي باعتباره الاقل في التراتبيه والترتيب القيادي. هو الخامس في القياده، والشاطر رقم ثلاثه في القياده بعد محمود عزت والمرشد. فأتصور انه من الممكن ان يرشح نفسه، ولكن إذا ترشح الفريق السيسي سوف يكون هناك كلام مختلف آخر تماما. لأن أتصور أن حمدين صباحي أعقل من أنه يغامر بمنافسة غير متكافئة بالمرة جماهيريا بينه وبين الفريق السيسي، وأتصور أنه ممكن أن يستثمر فقط فكرة ترشحه فأن يحصل على منصب ما في السلطة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات الرئاسية. وأعتقد أن الفريق شفيق كان واضحا عندما قال أنه لن يترشح إذا ترشح السيسي. ده مش معناه أن السيسي سوف يكون المرشح الوحيد، ربما نفاجأ بأسامي أقل وزنا من هؤلاء يرشحوا أنفسهم في مواجهات السيسي. هل تتوقع دكتور صلاح بعض الاسماء او ظهور بعض الاسماء قبيل الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه، ام ان المعركه اصبحت محسومه الى بشكل كبير؟ لا، يعني الانتخابات الرئاسيه على فكره بوصلتها تتحدد بناء على قرار الفريق السيسي. قولا واحدا يعني. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، انا متصور حتى من اعلن انه سيخوض الانتخابات بصرف النظر عن ترشح فريق السيسي من عدمه سيراجع قراره على فكره اذا اعلن الفريق السيسي او اتخذ قرارا بأنه سيخوض الانتخابات. وأنا أقول لك أنا في تقديري الشخصي أن القرار قد صدر. القرار صدر اليوم. يعني عايز أقول لك أن في تقديري الشخصي أنا يعني التقيت مع الفريق السيسي وهو مدير مخابراته، ولم أشرب بالالتقاء به بعد ما تولى وزارة الدفاع. إنما أعلم تماما مدى وطنية هذا الرجل، وأعلم تماما أنه يعني في 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 خطابه الأخير في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة حينما استدعى ودعا المصريين للنزول في الاستفتاء، ف كان يريد أن يقيس الرأي العام وتوجه الشارع المصري ورؤية الشعب المصري ومدى قدرته وعزيمته على المشاركة في صناعة المستقبل. فأنا متصور بعد الملايين نزلت النهاردة، الملايين دي أصدرت القرار، ويجب على الفريق السيسي خلاص أن لا ينتظر وأن يقبل هذا التكليف. هذا التكليف أصبح القرار ليس من الفريق السيسي، القرار من الشعب. هو طالما قال أنه سيخضع لإرادة الشعب، الشعب أراد اليوم وحضر بإرادته وخرج للاستفتاء والتأكيد أنه جاهز وحاضر للمشاركة في صناعة المستقبل للوطني. فبالتالي أنا متصور أن فريق سيسي إذا ترشح خلاص سوف تكون المعركة شبه محسومة. ولكن ليه بقى تحفظ على مسألة من سيكون مرشح الإخوان المسلمين؟ بالتأكيد سيكون مرشح، ولكن أنا متصور أن التعليمات قد صدرت من مكتب الإرشاد باستبعاد اسم عبد المنعم أبو فتوح. عبد المنعم أبو فتوح يعني ارتدى، حاول أن يخادع المصريين ببدلة مدنية، ولكن إذا فتشت خلف هذه البدلة المدنية سوف تجد جلبابا قصيرا ما زال منتميا بكل تفاصيله وبكل تكوينه إلى جماعة الإخوان المسلمين. إنما أنا متصور أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين الذي اتفق عليه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين مؤخرا هو الدكتور محمد سليم العوا.
يعني ليس عبد المنعم مفتوح. يعني عبد المنعم مفتوح بقى خلاص اكثر وضوحا امام المصريين، انما الدكتور العوا ما زال يعني يتقلب ما بين ميول وهواه. الدكتور العوا كان له دور في المحاكمه الخاصه بالدكتور مرسم، واضح يعني انه قانونا واضح انه محامي. يعني مسلمة يعني على حد علمي انه كان يعني 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 في طريقه الى يعني اداره مصالحات مع رجال النظام مبارك، يعني هاي. في مصالحات مع بعض رجال الاعمال. فهو في القانون يعني اعتقد انه يعمل كما يشاء، انما ما زال يعني يتارجح ما بين ادعاءه مدنيه وما بين هواه وانتمائه الداخلي لجماعه الاخوان. هل دي توقعات من وجهه نظر حضرتك؟ انا في تقديم الشخص دوت انما برضه مستند الى بعض المعلومات، يعني يعني مستند الى بعض المعلومات. واقول لك من دلوقتي احنا وقت النهارده 14 يناير وهذا اليوم لن ينسى في ذاكره مصر، يعني اليوم الاول في صناعه المستقبل في من خلال الاستفتاء، ان 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 مرشح الاخوان المسلمين سيكون العوا، وان باذن الله فريق سيسي سوف يكون مرشح الشعب المصري لخوض هذه الانتخابات، وان القرار اصدره الشعب المصري النهارده بخروجه العظيم النهارده. سياده اللواء، هل بتتوقع ان الانتخابات الرئاسيه ستكون اكثر شراسه واكثر احتياطات امنيه ومجهود كبير من قبل وزاره الداخليه؟ طبعا يا فندم، وزاره الداخليه والقوات المسلحه بتبذل مجهود كبير جدا على اساس ان شاء الله يطلع هذا عرس جميل بردك، زي عرس الاستفتاء يطلع عرس الرئاسه بردك. لان بلدنا محتاجه قياده رشيده تعرف الوطنيه. لابد ان ترجع الوطنيه مره اخرى لنا بقياده رشيده ان شاء الله. يعني ان شاء الله، إن شاء الله. تتوقع غدا باذن الله ان الامور تسير وفق ما صارت اليه النهارده، ام هناك على أسوأ الظروف زي النهارده يعني؟ لكن ان شاء الله هيبقى الاقبال اكبر، لان الناس كلها حست بالموقف طبعا، ومدى انما مدى الفرحه اللي تمت النهارده. لكن اخوان يعملوا اللي عاوزين يعملوه النهارده، عملوا بدايه كل حاجه عاوزين يعملوها عملوها يعني، فمش هيبقى اكتر من اتعمل يعني. الناس يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون مش هيبقى اكتر من ده نفس المكان. هي يعني هي حتى اللجان اللي هم عملوا فيها شغب لم تتوقف، استمرت اللجان. صحيح. ده قوه الشعب. بالتاكيد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لكم معنا النهارده، سيادة اللواء اسامه الطويل الخبير الامني، شكرا يا فندم شرفتنا. شكرا. والكاتب الصحفي الكبير استاذ عبد القادر الشيف شرفتنا يا فندم. والدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر شرفتنا يا فندم. وسيظل بالفعل زي ما قال الدكتور صلاح 14 يناير و15 يناير سيظل هذا التاريخ دائما في ذهن المصريين، صوره مشرفه تابعناها النهارده منذ الساعه 9 صباحا حتى 9 مساء. بنتمنى ان شاء الله بكره يكون في اقبال اكثر واكثر من قبل جموع المصريين للمشاركة في هذا الاستفتاء على الدستور الجديد، وبعد ذلك تأتي الانتخابات الرئاسية وتأتي الانتخابات التشريعية، ويعني نمضي قدما في خارطة الطريق اللي بنتمنى بالفعل أنها تنتهي في الوقت المحدد لها لتنعم مصر بالاستقرار اللي هنعكس على كافة المجالات بإذن الله. أشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وانتظرونا بكرة صفحة جديدة من تاريخ مصر. إلى اللقاء.